اهلا بكم مشاهدينا مره تانية وبنحب نفكركم ان اللي فاتته اي فقره او عايز يشوف اي فقره في اليوم ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمه واحده باللغه الانجليزيه ومكان العين رقم ثلاثه باللغه الانجليزيه ممكن تتواصلوا معانا على فيسبوك وعلى تويتر نهارك سعيد برضو فقرتنا قبل الاخيره هنتكلم فيها عن التنميه والتنميه بشكل عام من اكثر الحاجات المطلوبه ومحتاجاها مصر الايام دي لانه احنا بعد سقوط نظام خرب البلد لسنين طويله جدا محتاجين ان احنا نقف على رجلنا تاني محتاجين ان احنا ننمي كل حاجه في بلدنا ومن اهم اشكال التنميه التنميه البشريه. ضيوفنا النهارده هم شباب قدروا ان هم يعملوا جمعيه عمل اهلي غير حكوميه وعملوا مبادره كمان اسمها ابني بلدك هنتكلم معاهم بالتفصيل عن المبادره وعن الجمعيه يكون مشرفنا استاذ عبد الرحمن مغربي مسؤول الى علاقات العامه الفريق بدايه صباح الخير وهيكون معانا استاذ عبد الرحمن هيكل رئيس مبادره ابن بلدك صباح الخير نتكلم في البدايه عبد الرحمن مغربي نقول فريق بدايه للتنميه البشريه ايه حكايته وابتديته امتى وكونته نفسك ازاي الاسئله الطبيعية طيب. اللي كل الناس عايزة تعرفها. طيب نشأة فريق بداية الأول كانت سنة 2006 الفكرة جت منين؟ الفكرة إن في الوقت ده إحنا كشباب علشان نشتغل لازم يكون معاك كورسات معينة والكورسات دي علشان تاخدها بفلوس عالية تمام؟ جات الفكرة إن إحنا هنجيب الكورسات دي بكواليتي عالية ولكن بسعر قليل شوية. دي كانت نشأتك، كان هما مجموعة شباب معاهم مستشارين في شركات عالمية مالتي <applause> ناشونال نعم مدربين مدربين بالظبط آه فضلنا كده لحد ما جت سنه 2009 قلنا لا ان التنميه البشريه مش بس سوفت سكيلز اللي هي المهارات الشخصيه اللي هي مهارات التواصل وتنظيم الوقت التنميه البشريه ممكن نستخدمها بشكل افضل شويه. آه على سبيل المثال مثلا آه احنا 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 لما بنخش محاضره تنميه بشريه بنخرج منها الله المحاضره دي جامده جدا ها بقى هعمل ايه؟ مش عارف فابتدينا هنا دي دي مشكله عند الشباب عملنا برنامج اسمه انا بتغير اي تشينجينج انا بتغير هو بيديك التولز اللي تخليك تتغير بيها الأحسن ده كان في اطار الجامعه ولا كده؟ آه لا لا هو احنا مؤسسه مجتمع مدني آه شغالين بعيدا عن الجامعه ولكن الط... آه احنا فريق تطوعي كل شغالين معظم في طلبه في الجامعه وفي ناس كبار شغالين آه كله تطوعي انا بتغير جت قلنا احنا لازم نعمل حاجه نديها للشباب ازاي انت تغير من نفسك للاحسن التولز انا مثلا عندي مشاكل والله في البيت ان انا مقصر وانا شغال و... وما بعرفش اتواصل معاهم كويس فانا بتغير بيقول لك تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة تتغير بيهم للاحسن ومش بس كده انت لو فعلا جيت في تغيير بتمل حاجه اسمها استماره متابعه استماره المتابعه دي بيوكل حد من الفريق ان هو يتابع مع حضرتك بس هو ما يعملش حاجه غير ان هو يتابع معاك عندك طبعاً مشكله طبعا انتوا طبعا انتوا ده تمويلكم بالجهود الذاتيه اه احنا بنعتمد على التبرعات والكلام ده آه فبيبدا يتابع مع الشخص ده هو عصبي مثلا عايز يبطل العصبيه فنبدا معاه ستيب باي ستيب كده نتابع كل اسبوع اديله تليفون ايه الاخبار طب والله عملت ايه لا والله اصلا قابلتني مشكله مشكله اكتشفنا ان سبب العصبيه مثلا مشكله في البيت فانا قعدت مع استشاري لحد ما نوصل في الاخر ان هو بطل عصبيه بس ده ما بياثرش على اشغالكم يعني في في الحياه اما هو احنا متطوعين والتطوع احنا شايفينه هو فرض علينا يعني انا مش فتات الوقت اللي انا بروح اديه يعني ما عنديش ساعه مثلا فاضيه في الاسبوع فبروح اديها لا انا شايف ان التطوع هو فرض عليا فانا بروح اعمل الكلام ده طيب آه يا ريت يا ريت المخرجنا احمد طارق ينزل لنا اللوجو وال... والويب سايت علشان اللي حابب يشترك معاه ويتطوع بالضبط. يتفضل يعني آه ايه تاني عندنا عملنا عملنا برنامج اكتشفنا ان ازمه اي حاجه في الدنيا اي شركه اي دوله اي مؤسسه اي جماعه هي ازمه قياده ليدر فقلنا احنا علشان لو لو ابتدينا بدي هنحل مشاكل كتير قوي خاصه احنا كشباب احنا كشباب المفروض ان شاء الله احنا اللي هنمسك بكره يعني يعني احنا بيقولوا كده قاده المستقبل زي ما بيقولوا فقلنا عملنا برنامج اسمه ماك موديل اوف ليدر شيب ماك اختصار لثلاث كلمات مانجمنت وامباثي وكوتشنج تمام مانجمنت يعني اداره امباثي اللي هو الذكاء العاطفي كوتشنج اللي هو الكوتشنج تو بي كوتش يعني انت تليد م. م. هو كورس ست شهور او سبع شهور بيخشوا 20 او خمسة 25 شاب وبنت من من مؤسسات المجتمع المدني لازم يكون ليهم مبادرات في المجتمع. بيخشوا ست شهور بيتفحطوا قياده، بيتعلموا يعني ايه قياده بقى، يقعد شهرين يدرس نفسه، هو ما بيعملش حاجه غير ما بيدرس نفسه. احنا معانا صور على المونيتور. اه دي. تمام. آم ال... يعني بيقعد ست شهور او سبع شهور يدرس يدرس قياده بحيث انه هو في الاخر هي از ليدر، هو ما بيروحش مكان غير لما يأثر فيه ويسيب بصمه فيه، تمام؟ آه، ايه تاني عندنا عملنا برنامج اسمه التوازن دايما بنسمع دايما, دايماً معانا الصور اه دي حكايه ميدان ده برنامج مم. دي, مم. دي مبادره احنا عملناها اسمها حكايه ميدان ااا آه، عندنا برنامج اسمه التوازن دايما بيقول لنا ايه انت لازم تعيش متوازن في حياتك وتوافق بين بيتك وشغلك طب انا عايز اعيش متوازن اعمل ايه يعني مم. مم. انت بتقول لي عيش متوازن نظرياته وتطبيقها على اه بالظبط بالظبط كده اديني ادوات عملنا برنامج اسمه هاو تو ليف ان بالانس ازاي تعيش في توازن طب قبل ما نكمل كلامنا اهو ايه الفرق ما بين المبادره بتاعت اعداد القاده ومثلا مركز اعداد القاده احنا عندنا برضو حاجات اسميها كبيره كده ومعاهد كبيره بص عندنا في على مصر حاجة. فانا عايز افهم ايه الفرق يعني ايه الفرق اعتقد واكاد اجزم ان ماك البرنامج ده يتميز بكذا حاجه اول حاجه ان هو مدته كبيره يعني اصلا الماتيريال بتاع الماده بتاعت ماك هي اربع سنين يعني أربع سنين بتدرس قيادة ولكن احنا كثفناها خليناها في سبع شهور. فالماتيريال ده طبقا لأنهي منهج ولا؟ اه احنا اللي حاطين المنهج دي، احنا كفريق تنمية بشرية معانا متخصصين يعني ليدر الفريق دكتورة نهى سلامة هي متخصصة في إدارة الذات. احنا بنعمل البرامج دي، المحتوى بتاع البرامج يعني مش موجود بره من الآخر يعني. وميزة ميك إن هو معايشة يعني أنت أنت بتتقابل أسبوعيا لمدة خمس ساعات فأنت انت, أنت أنت عندك مشكلة فأنت بتلاقي نفسك في الآخر أنت تخلصت منها. طيب. وبتستفاد خبرات و... عبد الرحمن آه. نقف عند النقطه دي عند ماك وهنرجع لها تاني خليني بقى انتقل لعبد الرحمن عبد الرحمن هيك <applause> <تو>. عبد الرحمن انت رئيس مبادره ابني بلدك احنا فهمنا بقى ايه, إيه بدايه التيم الفريق بيعمل ايه وان هو بيعمل مبادرات انت مسؤول عن مبادره ابني آه بلدك بالزبط. كلمني عن مبادره ابني بلدك عباره عن ايه خصوصا ان احنا محتاجين جدا ابني بلدك بعد البهدله اللي احنا شفناها في السنين اللي فاتت صحيح آه انا بس قبل ما اتكلم عن ابن بلدك هو ابني بلدك فعاليه من الفعاليات اللي فريق بدايه بيعملها على طول الوقت يعني فريق بدايه زي ما عبد الرحمن قال ان هو مش كورسات بس او مش آه يعني دورات بس بيديها لا يعني بالعكس هو عنده دورات بيديها للناس عنده فعاليات بيخرج بيها كمان للمجتمع آه الصوره اللي كانت ظاهره اللي فاتت دي على طول كانت صوره في ايفنت اسمه حكايه ميدان آه دي كانت صوره بتجمع كل اعضاء الفريق حكاية ميدان ده كان ايفنت عاملينه في مكتبة المعادي كان ايفنت بيتكلم عن الميدان واخلاق الميدان وازاي نرجع القيم اللي كانت موجوده في الميدان وان شاء الله هنعمل تاني نفس الايفنت بس هيبقى في اسكندريه ان شاء الله في الشهر الجاي. ويعني كنا بنتكلم في الايفنت دوت عن قيم الميدان فاحنا هنرجع تاني بنتكلم في ابن بلدك ابن بلدك هي حمله هدفها زي ما انت قلت بالظبط ان احنا في مرحله احنا محتاجين نبني البلد فعلا. احنا محتاجين نبني البلد مش نبني البلد احنا مش هنتكلم في ازاي نبني البلد اقتصاديا ولا ازاي نبنيها اجتماعيا لا احنا ابني بلدك معناها ابني بلدك في كل مناحي الحياه ابني بلدك اه يعني بالظبط يعني بلدك اسم هي اسم جميل بس هو المبادره دي عباره عن ايه يعني احنا ندور مثلا على ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها للبلد ونعملها ولا في اتجاهات معينه ولا احنا ندور نشوف احصاءات رسميه مثلا نلجا لارقام رسميه ونتعامل على اساسها يعني المنهجيه اللي في الموضوع ايه او الخطه بتبقى ازاي بالظبط المنهجيه او الخطه احنا عندنا ثلاث يعني عندنا مجموعه من المرتكزات موجوده عندنا في في الحمله بتاعتنا من مرتكزات الحمله ان احنا بنستهدف في الحمله ان احنا ننشر مجموعه من القيم اللي كانت موجوده وللاسف ما عادتش موجوده في المجتمع زي؟ آه قيم زي مثلا التعاون قيم زي آه زي مثلا في الطريق ان الناس بتمشي عكس الاتجاه قيم زي آه التدخين مثلا وعايزين نقلل قيمه عايزين نقلل التدخين كل القيم اللي موجوده في المجتمع اللي اندثرت قيم التكافل كده على منظومه سلوكيه عامه بالظبط احنا احنا بنتكلم في منظومه سلوكيه ده ده جانب من الجوانب اللي احنا بنترجت ان احنا نتكلم فيه عندنا جانب تاني هو جانب التطوع زي برضو ما مغربي قال ان احنا عندنا في بدايه احنا بنتكلم في التطوع ولكن التطوع باحتراف ازاي نتطوع باحتراف تبقى حرفه ما يبقاش فتات الوقت زي ما المغربي قال بس آه انت شايف طب اقول لك حاجه بس يعني انا اسف ان انا هقطعك في بس في اي مشاهده قاعد في البيت هيقول لك انتوا عايزين تغيروا سلوكيات المجتمع ما دي فكره جميله بس فكره رومانسيه جدا في اطار ان احنا يعني تبقينا داخلين في 90 مليون وهتكلم مين ولا مين بقى ده انت لما بتقابل دلوقتي حد في الشارع يعني برضو الكثير من الناس للاسف فاهمين الثوره على انها فوضى وانه هو يمشي عكسي ولما تكلمه ممكن يتخانق معاك وتبقى مشكله فان احنا نغير السلوك العام اعتقد دي يعني فكره طبعا جميله وتستحق كل التقدير واحترام لكن فكره على ارض الواقع صعبه جدا يعني الم يكن من الاقدر مثلا انكم تفكروا في فكره مشروع قومي للبلد كلنا نعمله بالضبط هو هو احنا مش بنتكلم على ان احنا هنقول النهارده احنا عايزين نغير سلوك المجتمع فسلوك المجتمع هيتغير النهارده، احنا بنغير بنغ... بنحاول ان احنا نساهم في تغيير سلوك المجتمع من خلال اولا ايجاد قيادات زي ما مغربي برده قال في برنامج ميك عندنا، برنامج برنامج ميك بيعمل قيادات، القيادات دي لازم تكون قدوه للمجتمع، احنا بنوري الناس الشباب اللي عندنا اللي اتربى على القيم وعلى المبادئ وعلى الاخلاق المعينه اللي احنا عايزين نغير لها المجتمع، فالمجتمع بيشوف نماذج. ساهمت في بناء المجتمع وعلى فكرة الحملة برضو مش كلام بس أو حاجة لا الحملة دي فيها هنجيب فيها يعني عندنا رموز من الرموز اللي نجحت وكان لها تجارب نجاح ونجحت بيها ونجحت بالقيم والتطوع اللي كان موجود عندهم مين اللي بيحدد القيم اللي انتوا بتشتغلوا عليها أنا برضو استوقفني ان انت قلت مثلا ان الناس تمشي عكسي طب دي مشكله مروريه في السلوك بزرق. المروري لكن التدخين طب وانت يعني هتتعامل معها ازاي يعني يمكن حتى ال الصور اللي نازله على علب السجاير دلوقتي غريبه جدا كل الدول في العالم بتكتب اه على علب السجاير انه لا مضره احنا بيحطوا عليها اشكال غريبه جدا يحطوا عليها رجل مش عارف عامله ازاي يعني برضو احنا عندنا كده مفاهيم غريبه مش قادر افهم مدى صحتها مش عارف هل احنا فعلا بنعمل زي بره يعني هل بره الناس بتعمل كده ولا لا بس هو الفصل ما بين الحاجات دي يعني التدخين برضو ده موضوع ايه آه يعني ممكن نقول في اضرار صحيه اوكي لكن مش هتقدر تتناقش فيه مع الناس كتير قوي على قد ما تقدر تتكلم في مشكله مرور دي دي مشكله تمام. بتضر الجميع وبتسبب انه البلد بتقف وما نبقاش عارفين البلد واقفه ليه لانه ما ينفعش ان احنا نمشي كده تبقى تبقى فوضى فمغربي انت ممكن تقول لي ايه عن الموضوع ده في اطار طيب انا هقولك المبادرات احنا احنا بنعمل ايه الفكره ان انا زي ما حضرتك قلت من شويه انت طب انت بتتكلم في 90 مليون انا هغير سلوك 90 مليون لا ولكن انت بتحاول تصنع مناخ معين يعني يعني مثلا على سبيل المثال لو اتكلمنا على ما فيش عكسي لو لقينا في كل في كل مثلا على كل محور او كل تقاطع ما تدخلش عكسي خلاص يعني هي موجوده قدامه فهو كل لما يجي يخش عكسي يلاقي انت بتصنع مناخ معين انت مش هتغيره انت مش هتروح تقفله لا لو مشيت كده ارجع تاني لا انا مش هنعمل كده ولكن انت بتصنع مناخ بس بصراحه اقول لك حاجه ما هو اصل هو المشي عكسي ده مش المفروض ان هو مش اختيار احنا يعني, يعني انا ان هو مثال. كمثال احنا بنتكلم على دي مخالفه للقانون ومفروض انه لا يبقى في يعني يبقى في ظابط يمسك ده وتبقى مشكله وفيها حبس وفيها حاجات فاحنا تطبيق القانون يعني لن ياتي بتطبيق الايدي والنبي معلش احترم القانون يعني مفيش بعيده اه مغربي بعيدا عن القانون احنا مش عايزين يعني مشكلتنا احنا كان عندنا قوانين بس احنا مش عايزين القانون هو اللي يحكم الناس قد ما اخلاق الناس وضمير الناس هي 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 اللي توجهها اللي ممكن اللي ممكن. دي مهمه ان احنا عايزين نغير في ضمير الناس من جوه يعني انه الشخص يعني دايما معروف يتقال انه انه في دوله من الدول اللي بيقال عنها انها دول متقدمه لو الكهرباء قطعت كل الناس هتدخل تسرق المحلات بس, ده يعني بس ليه؟ بيحصل. لانه يعني في اللحظه يعني دي القانون غاب، لانه في اللحظه دي القانون غاب، ما عندوش ضمير بيقول له ان انت اخلاقك بتمنعك انك تعمل ده. ثانيا برضو الحمله لا تقتصر فقط على على المجو... يعني على بعض احنا ضربنا بعض الامثله في الموضوع، انما الحمله عندنا كبيره جدا هي اولا ست شهور آ... طب انا عايز اعرف انت بس حته الضمير ان انت ازاي تقدر توصل ترفع نسبه الضمير دي؟ بمعنى انه احنا دايما عندنا كده في كلام كده عم بيتقال في مصر يعني هي جت عليا انا هو انا يعني اللي هغير البلد وانا مش عارف ايه في عندنا كده دفاعات دائمه الناس بتقولها فحته ان انت هتعتمد على الضمير هتشتغل عليها ازاي وده اللي برضو بحاول اوصل له واكيد الناس بتسال في البيت طب هم طب بيعملوا ايه او بيبقى ايه التعامل طيب انا انا هديك مثال اتفضل انا زي ما قلت انت بتحاول تصنع مناخ المناخ ده يهيئ <applause> ان حد يبقى عنده ضمير على سبيل المثال موظف قاعد موظف في حكوميه واحنا عارفين موظفين الهيئه الحكوميه زمان احنا وتلنا وموجوده لحد دلوقتي ان انت لو عايز تخلص حاجه فبتروح جامز الراجل بفلوس يخلص لك أو الدنيا او تفضل في فوت علينا بكره لغايه السنه اه بالظبط كده م. لو لقى لو هو لقى كل زمايله ما بيعملوش كده وهو الوحيد اللي بيعمل كده اكيد لا فايه اللي حصل اللي حصل ان كل واحد مقالش يعني انا هو انا اللي هغير اه هو انت اللي هتغير لان المجتمع هو انا وانت وحضرتك وحضرتك احنا احنا المجتمع فلو كل واحد بدأ بنفسه الدنيا هتتغير زي اللي بيرمي ورقه في, في الشارع لا هو انا يعني طب ما انت شايف الشارع كله عامل ازاي يا عم الحاج انت جاي تقول لي انا اه جاي بقول لك انت لان انت لو ما رميتش حد هيلاقي الشارع نظيف مش هيرمي وهكذا م. انت بتحاول تصنع مناخ معين وزي ما نزلنا في اوائل ايام الثوره نزلنا كل الناس نسيت تنظف الميدان عارف ليه بقى عارف م. ليه عشان كان في مناخ معين مصنوع م. مناخ الوحده مناخ ان احنا كلنا ايد واحده فاذا المناخ هو اللي بيجبر الشخص اللي يعمل حاجه دي او ما يعملهاش نتمنى لكم التوفيق ونتمنى ان احنا نقدر نرجع لروح 25 يناير ونقدر ان احنا ننزل ننظف شوارعنا ونقدر نلتزم بالقوانين مش كل واحد يستسهل علشان لو كل واحد عمل اللي هو عايزه مش هتبقى بلد هتبقى فوضى وده اللي احنا مش عايزينه استاذ عبد الرحمن مغربي مسؤول العلاقات العامه بفريق بدايه للتنميه البشريه بنشكرك واستاذ عبد الرحمن هيكل رئيس مبادره انا عايز اقول بلد. حاجه بس ممكن اتفضل حمله ابن بلدك هي مفتوحه لكل الناس احنا احنا عندنا مشكله دلوقتي اللي عايز يشارك معانا في التمويل اهلا وسهلا لان زي ما انت عارف احنا ان جي او بنعتمد على تبرعات اه فالسايت <applause> لو نستاذن المخرج مثلا ينزل السايت اللي عايز يتواصل معانا يكلمنا احنا فاتحين الباب لاي حد عايز يشارك آه، احنا هنتكلم طيب طبعا ليك وليك ورقم في وزاره آه التضامن آه الاجتماعي وكده آه آه بالظبط آه، احنا مم. كمان آه، ايه تاني عايزين عايزين سبونسرز للحمله ديت الدنيا الدنيا مفتوحه اي سبونسر يجي عندنا من ضمن الحمله في حاجه اسمها يا سياده الرئيس بعد ما الرئيس يجي ايا كان مين هو هنوجه له حاجات اسمها يا سياده الرئيس خلي بالك من الفقراء يا سياده الرئيس خلي بالك عندنا حاجه تانية اسمها يا سياده الناخب سياده الناخب صوتك امانه يا سياده الناخب انزل واعمل اللي عليك نتمنى نتمنى لكم التوفيق في مبادراتكم نتمنى انه نتكاتف دايما على ده نورتونا يا شباب ونتمنى انه يكتر امثالكم شكرا, شكراً, شكراً, شكراً. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا لسه فاضل معانا فقره واحده اخيره هتكون مع دكتور محمد محسوب عضو الهيئه العليا للحزب الوسط وعميد كليه حقوق المنوفيه وكمان عضو لجنه استرداد اموال المصريين بعد الفصل على طول تابعونا. <applause>